بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تشهد المملكة العربية السعودية في هذه الأيام تطورا كبيرا بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في جميع القطاعات، ومن ضمنها القطاعات الصحية. يتمثل في ذلك مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومركز الأورام، حيث أن المركز خطى خطوات في الفترة السابقة تعتبر وصلت إلى العالمية من ناحية العلاج، من ناحية التدريب، من ناحية الكوادر المتواجدة في المستشفى. يعتبر بيست أوف آسكو من أهم المؤتمرات السنوية والتي تنظمه الجمعية الأمريكية للأورام، ويعرض فيه أحدث المستجدات التشخيصية والعلاجية في خلال السنة. يشارك في هذا المؤتمر على مستوى العالم مجموعة كبيرة من الباحثين والأطباء والمختصين في هذه الفئة من المرضى. بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية، نحظى بتنظيم هذا المؤتمر للمرة السابعة في المنطقة الشرقية، والحمد لله رب العالمين أصداؤه عالية جداً في المنطقة، ليس في المنطقة الشرقية فحسب لكن في المنطقة العربية بشكل عام. بما لا شك فيه أن حضور أنشطة التعليم الطبي المستمر أمر في غاية الأهمية لجميع العاملين في المجال الصحي من أطباء وتمريض وفنيين وباحثين. ويعتبر تخصص الأورام وأمراض الدم من المجالات التي تشهد تطوراً كبيراً في مجال الأبحاث بشكل مستمر. الحقيقة أن اللجنة العلمية بذلت جهد كبير جداً في اختيار أفضل المواضيع وأنسبها لعرضها في هذا المؤتمر. من بين أكثر من 13 ألف ورقة بحثية تم عرضها في مؤتمر الآسكو في أمريكا، وفيها مجالات متعددة، ومنها على سبيل المثال أورام الثدي، أورام الجهاز الهضمي، أمراض الدم بكافة أنواعها، بالإضافة إلى مجموعة من الأورام والمواضيع الأخرى. أتشرف بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع الزملاء في مركز الأورام مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بدعوة كافة الزملاء من داخل المملكة وخارج المملكة العربية السعودية في جميع التخصصات الصحية والمؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث وكل أصحاب الاهتمام في مجال الأورام أو أمراض الدم للمشاركة في هذا المؤتمر والمقام بمشيئة الله تعالى الرابع والخامس من شهر أكتوبر 2018 في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.